السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا كبشر ضعفاء جدا ومش حمل لسعة من نار الدنيا. تخيلوا كده واحد بإرادته وبعقله يستخدم حياته وماله وعمره وقوته علشان يروح بمزاجه لنار جهنم في الآخرة، نسأل الله السلامة. يا ترى يبقى ده راجل عاقل ولا مجنون؟ يا رب ينجينا من عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار، كله آمين. العجيب ان لو اي حد فكر كويس بس انه يجمع ايات القرآن اللي اتكلمت عن النار، فكفيل انا واثق ان هو مش هينام طول عمره. او والله لو انت جمعت كده كل الايات اللي اتكلمت عن النار وقعدت تفكر فيها لا يمكن تنام طول عمرك. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ارجع بالكلام تاني للي انا بتكلم فيه. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لاني انا وانت بنضحك وبناكل وبنهزر وماشيين ولا في دماغنا ان في عذاب منتظرنا او نعيم، ان في حساب وممكن ندخل النار بسوء عملنا. المرعب ان انا وانا بذاكر مره لقيت بعض ملائكه الرحمن، ركز في الكلام ده كويس، بعض ملائكه الرحمن لم يضحك قط، او كان بيضحك ومنع الضحك. فإيه الحكاية؟ أقول لك الحكاية. في رحلة المعراج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ملك يقابل سيدنا النبي يقابله ضاحك مستبشر، إلا أول ملك قابل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحكش خالص، ولم يرى منه النبي صلى الله عليه وسلم من البشر ما رآه من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا جبريل: هو مين ده وليه كده؟ فسيدنا جبريل قال له: ده خازن النار مالك، سيدنا مالك. فقال له: طب هو ليه ما ضحكش وليه ما لقيتش منه من البشر ما رأيته من غيري من الملائكة؟ فسيدنا جبريل قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا مالك اللي هو خازن النار ده، لو ضحك لحد من قبلك أو يضحك لأحد من بعدك كان ضحك لك. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني باختصار سيدنا مالك خازن النار عمره ما ضحك، عمره ما ضحك وهو خازن النار. عارف ليه؟ لأنه خازن النار، مع أنه لا يعذب ولا يناله من عذابها شيئا، لكن يكفي أنه هو يرى ما يفعل بالمعذبين، فده خلاه منع الضحك خالص. أروح بعد كده للحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ركز بقى، مالي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل، بيقول له: هو ليه ميكائيل ما شفتوش ضحك قط؟ اسمع بقى جواب سيدنا جبريل، جواب سيدنا جبريل كان صعب قوي. قال: إن ميكائيل لم يضحك قط منذ أن خلق الله النار. سلم يا رب. تخيل لما يكون ده حال الملائكة اللي هم مش هيدخلوها ولا يقربوا منها، حال الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم من نور، حال الملائكة اللي هم آمنين مطمئنين، حال الملائكة اللي هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حال الملائكة اللي هم ما عندهمش ذنوب خالص، فازاي الحال ليا وليك يا مسكين اللي بنروح للنار بإرادتنا وبأنفسنا وبفلوسنا وبأعمالنا وبأقدامنا؟ نسأل الله أن يقينا شر النار وشر حرها وشر عذابها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. فتخيل بقى إزاي واحد زي وزيك وإحنا مساكين نمشي للنار برجلينا وبعقلنا وبفلوسنا وبقوتنا. علشان كده بالله عليك، كل ما تيجي تظلم حد أو تفتري على حد أو تطغى على حد أو تأكل مال حد أو تأذي حد، فافتكر كويس قوي إن ده هيوقفك قدام ربنا وقد يؤدي بك ذلك إلى النار. وافتكر بالله عليك كده آية سورة النساء، الآية اللي كل ما برجعها ما بنامش الليل. عارف ليه؟ لأن ربنا بيقول فيها: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وبالله عليك اوعى تنسى في السجود إن أنت دايما تدعي بدعاء عباد الرحمن: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.